هو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان السحر، ولكن أنا ما كنآمنش بالسحر. يعني السحر كاين موجود، ولكن يعني الشعوذة عندنا ما نديرو بها، هذيك غير أخذوها بعض الناس ضعف النظر، نظر الفقر مع الثقة في الله سبحانه وتعالى. وذاك شيء أنه الإنسان يقرأ القرآن ما عنده ما يدير، وذاك شيء كل شيء ديال إبليس نعانه الله، ذاك شيء من أعمال الشياطين. والله سبحانه وتعالى يعني وضع هذا يعني هذا الكون، والقرآن خاصنا نمشيو عليه. كاين الله والرسول والقرآن، القرآن والرسول، هذا الشيء اللي كاين، ما كاين حتى حاجة أخرى. ما تنآمنش بهم ها؟ لا ماشي تنشركوا بالله سبحانه وتعالى، لا حنا تنآمنوا بالله سبحانه وتعالى، وتنآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وباليوم الآخر تنقول لهم راكم تشركوا بالله سبحانه وتعالى، راكم بعدين على الله سبحانه وتعالى بزاف. شي اللي مشى عند شي واحد وبغى يسحر وبغى يدير شي حاجة، عير ديك الدخلة عنده راك بعدتي على الله سبحانه وتعالى. زعما كتشي راه موجود في البلاد وكيآمنوا به، العيالات أكثر من الرجال، العيالات أكثر من الرجال، وحتى الرجال تاهما بداو كيدخلوا في هذا الدومين هذا، في هذه المسائل. انا قلت لك السحر كاين، ولكن المسائل الاخرى لا. انا باش نمشي نديرها ولا شي حاجه نو، لا لا ما عنديش انا مع داك الشيء. الشيطان، الشيطان كيامنوا بهذا الشيء. الشيطان ما بقاش الشيء، راه بنادم تراجع الله، ما بقاش يدير الحاجه الخايبه. كاين منهم رجال، منهم العيالات، منهم الاولاد، منهم اي حاجه. الشيطان اللي داير بيه راه كيدير. كاين اللي ولاد الشباب دابا الصلاه وخافوا من الله واي حاجه خايبه ما يديروهاش. خاص نهيهم باش يبعدوا على داك الشيء، باش يبعدوا على داك الشيء، باش يخلوا بلادهم يكون مقاد. الانسان الصلاه والدين، فهمتي؟ الصلاه والدعاء، والصلاه والدين، وقيت الجام ديالك، الصلاه والجام ديالك، والصناعة ديالك والخدمة ديالك. أنا ما تنآمنش به، ولكن كاين المتعوذين، كاينين السحرة. أصب الناس يتقرب من الله تعالى ويآمن بالقرآن، كاين وسائل يطلب الله سبحانه وتعالى ويستجب لي الله سبحانه وتعالى. قال لك اطلبوني أنا نستجب لكم، الله سبحانه وتعالى راه قريب منا، واطلبوا ويستجب لنا. ما كآمن بالسحر والشعوذة، كاين شي كيآمنوا بهذا الشيء التخربيق. يعني ما كاين حتى شي حاجه، داكشي كلشي بفضل الله، نتقاو الله والقران، نصليو وما نديروش شي حاجه خايبه اللي سميتو تبعدنا من الله. صافي هادشي غتبعد، لا دير شي هادشي غتبعد، والله ديما غيبقى يحميك وكلشي. هادشي الان بين امشي لي حيت شفت على حكم التجربه، وشي ناس كان مرضوا نيت بهاد العمليه ديال السحر والشعوذه. واني بالنسبه للدين راه ما يمكنش، فهمتيني؟ حيت الانسان الا كان معمر قلبه بالله وكان طريق مستقيمه وكان تيصلي وكان على وضوء، راه ما غاديش يصدق ليه هذاك الشيء. وكما يقولوا لا يفلح الساحر حيث اتى. خويا هذا الشيء كاين، السحر والشعوذه، الواحد خاصو يكون كيصلي ويكون امن بالله ويكون، فهمتي؟ هذا الشيء باش غادي نتفاداو هذا الشيء ديال السحر وهذا الشيء. الله يهدي ما خلق. كاين السحر والشعوذة، كاين آمن بهم. خاص الناس تصلي وتاج سميتو الدين وسميتو الصلاة وداك الشيء. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.